السلام عليكم. النهارده عايز افرجكم على نوع سمك ما بيطلعش غير في امريكا بس. يعني السمك دوت ميزته ان هو بيبقى مبطرخ طول السنه، ماشي على حل شعره. طبعا ايه، تطلع البطروخ منه مش بسهوله. في ناس بيستعملوا سكاكين كبيره، سكاكين اكبر، بس العمليه كلها مش محتاجه كل دوت، لان لو حطيت السكينه جوه البطروخ من هنا من جوه البطن ممكن البطروخ يتفتح ويبوظ. ففي دلوقتي طريقه جديده، السمك الامريكاني مختلف خالص عن السمك المصري. السمك الامريكاني بيجي بسوسته، تفتحه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بتطلع البطروخ، حتى طلع كمان جاهز للاكل. اي خدمه.